هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحرب للمشروعات التعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا تقنية القرن، القصة كاملة، والذي نروي لكم فيه قصة تقنية من أعظم تقنيات هذا القرن، ألا وهي تقنية النانو. وقد كنا قد استعرضنا وإياكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج نشأة وتاريخ هذه التقنية، ثم استعرضنا في الحلقة الثانية السمات والأدوات، سمات هذه التقنية وأدواتها، ثم في الحلقة الثالثة عرجنا على بعض التطبيقات المهمة لهذه التقنية، واليوم في الحلقة الرابعة والتي نعتبرها حلقة مميزة بكل المقاييس وفصلا من أروع فصول هذه القصة، نستعرض وإياكم ونستضيف ضيفا هو من فرسان هذه التقنية، تقنية النانو، فارسا عربيا مسلما أبدع في تقنية النانو. نحلق وإياكم هذا المساء مع ضيفنا في 40 دقيقة ليشرح لنا أهم منجزاته ولنستعرض بعض ما حققه في هذه التقنية، ونستشرف وإياه مستقبل هذه التقنية ووضع العالمين العربي والإسلامي، وهل لهذه التقنية أي أخطار. أيها الأحبة الكرام، نيابة عنكم اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا سعادة الدكتور الأستاذ الدكتور مصطفى السيد. أهلا وسهلا بك سعادة الدكتور. أهلا وسهلا بك. إن أذنت لي دكتور، يعني في دقائق معدودة، أتمنى يعني لا تطول، أن أقرأ شيئا من سيرتكم الذاتية العطرة حتى يكون المشاهد الكريم في معنا في الصورة. وللمعلومية فقد تخرج الدكتور مصطفى السيد من كلية العلوم في جامعة عين شمس عام 1953، وحصل على الدكتوراه في الكيمياء من جامعة فلوريدا ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية. انتخب الدكتور عضوا بالأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة عام 1980، وتولى وعلى مدى 24 عاما رئاسة تحرير مجلة علوم الكيمياء الطبيعية، وهي من أهم المجلات العلمية في العالم. كما حصل الدكتور على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم عام 1990، والعديد من الجوائز الأكاديمية العلمية من مؤسسات العلوم الأمريكية المختلفة، ومنح زمالة أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية، وعضوية الجمعية الأمريكية لعلوم الطبيعة، والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، وأكاديمية العالم الثالث للعلوم. تركزت أبحاث الدكتور مصطفى السيد حول استخدام تقنية النانو تكنولوجي في مجال الطب، وبخاصة في أبحاث السرطان، حيث توصل إلى أن جزيئات الذهب النانوية تساعد في اكتشاف الخلايا السرطانية، وعند تسخينها يمكنها أن تدمر هذه الخلايا. حصل الدكتور مصطفى السيد على أرفع وسام علمي أمريكي في مجال الكيمياء لعام 2007، وتسلمه في حفل مهيب أقيم في البيت الأبيض في شهر سبتمبر من العام 2008، وتسلم الميدالية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتم تكريمه ضمن عدد من العلماء قدموا نحو 100 ابتكار سجل بأسمائهم وأثروا الفكر العلمي ويرأسون مؤسسات علمية في أفضل جامعات أمريكا. حصل الدكتور مصطفى السيد على هذه الجائزة تقديرا لمساهمته في فهم البشرية للخصائص الإلكترونية والبصرية للمواد النانوية وتطبيقاتها في عمليات التحفيز النانوي والطب النووي أو النانوي، وأيضا لجهوده الإنسانية في تشجيع تبادل الأفكار ولدوره في تطوير قيادة المستقبل في العلوم. وأخيرا وليس آخرا، من ضمن سلسلة الجوائز التي حصل عليها، حصل على وسام الجمهورية المصرية من الطبقة الأولى في 28 يناير لعام 2009، وتسلمه من رئيس الجمهورية في مصر. هذا غيض من فيض من سيرة الدكتور العطرة التي نشرف هذا المساء بقراءتها، ونشرف كذلك باستضافته، فأهلا وسهلا بك سعادة الدكتور. دعني أبدأ معك بعد هذه المقدمة يا دكتور، وأريد أن أعرف كيف بدأت علاقتك بهذه التقنية. يعني اهتمامي بالنانو. نعم، بتقنية النانو. كيف بدأ الاهتمام بتقنية النانو؟ في حوالي 1994
قدمت لي جامعة جورجيا للتكنولوجي وظيفة هامة جدا بمعامل كبيرة جدا فيها أدوات نستخدمها إن يعني ننظر على النانو ندرس خواصها. فكانت يعني وقت غير مكاني، كنت في جامعة UCLA جامعة كاليفورنيا لمدة حوالي تقريبا 30 سنة. وزوجتي رحمها الله كانت من الجنوب، من جنوب أمريكا، نعم. اللي هي يعني قريبة جدا من هذه الجامعة الجديدة. وما كان لم يكن لنا أولاد في هذا الوقت يمنعونا من أن نذهب إلى أي مكان عايزين نذهب فيه. كان من السهل التجول. طبعا قبل هذا كنا عرض نروح جامعات أخرى، ولكن أولادنا سيقولوا لنا فضلوا أنتوا، إحنا نستنى في كاليفورنيا. يعني هم مولودين مخلوقين في كاليفورنيا ومش عايزين يسيبوا. فذهبنا، وكان فعلا يعني قرار الحمد لله مصيب. فهناك بهذه الأجهزة ساعدتني أن أنا أخش في هذا المجال، لأني شعرت أن أي مجال جديد فيه يعني هيكون لك نصيب أنك تجد أشياء في البحث العلمي جديدة. وهذا هو البحث العلمي بنعمله، إحنا دائما نبحث على أشياء جديدة، نتعلم أشياء جديدة. فده يديني مجال أن نتعلم أكثر، ما أتعلم على حاجات جديدة كل ما أصبحت أحسن عالما. ما في شك. فده فعلا اللي جذبنا، والحمد لله طبعا في هذا الوقت استطعت أن يعني أجذب عدد كبير من الطلاب اللي هم برضه مهتمين بهذا الموضوع. نعم. ما شاء الله. طيب أنت ذكرت الزوجة عليها رحمة الله، وأنا أعرف أنه يعني هو كان موته أظن بسرطان. أيوة. بمرض السرطان. أيوة. وكان لهذا علاقة دفعتك للبحث في هذا الاتجاه. Absolutely. الذي هو أنت حصلت بسببه على كثير من من الجوائز. ما هو بالضبط يعني أنا يعني حتى يكون المشاهد الكريم في الصورة، كان الدافع الأساسي بعد وفاة الزوجة عليها رحمة الله أنك نذرت نفسك لمحاربة السرطان ولمقاتلته، فوصلت إلى هذه التكنيك الجديد. هل لنا يعني بملخص عن هذا؟ والله الملخص إن يعني عندما مرضت زوجتي بهذا المرض الخطير قرأت كثيرا عليه، وتناقشت فيه مع الدكتورة التي أخذت يعني تعالجها. وفي نفس الوقت كنا بندرس خواص المواد المختلفة لما حجمها يصغر إلى هذه النانو نانومترية. فبعدين لما طبعا يعني دخلنا في الموضوع أكتر وأكتر، وضح إن في صفات جميلة جدا جديدة لقطع الذهب الصغيرة دي، إن ممكن تستخدم مش بس لكشف إذا كان الجسم فيه سرطان ولا لا، ولكن أيضا في التخلص منه. فدخلنا في هذا الموضوع. بس طبعا الله يرحمها زوجتي لم تستخدمه، لأن كان على آخر الأيام. ما شاء الله عليك دكتور. يعني أنا أستأذنك بس في هذا هذه الملاحظة البسيطة التي أنا شخصيا قبل أن ألتقيك يعني أستفيدها، والمفروض أن يستفيدها حتى المشاهد الكريم، هو تحويل المحن إلى منح. طبعاً. والنكبات طبعاً إلى هبات. طبعاً. يعني مع أسانا وأسفنا لوفاتها، إلا أن هذا اللي قد تبدو في نظر الإنسان إلى أنها تراجيديا محزنة، قد سخرت هذا الجهد من عالم كبير مثلك لخدمة مرضى السرطان الذين هم كثر. فأحياناً قد تكون المحنة منحة. طبعاً. وتحمل في جوفها الهبة، والنكبة أحياناً قد تكون فيها الهبة. طبعاً. آخر ما توصلتم إليه أنتم في المجموعة طبعا حسب قراءتي أنه الذهب هذا الذي يجذب كثير من الناس للسعي خلفه للحصول على المال. أيوة. الذهب والفضة الذي لا تتبادر إلى أذهاننا إلا في معناها المادي. أيوة. أو المعنوي جذبتكم إلى معنى أسمى، وهو علاج مرضى السرطان. أيوة. وتوصلتم إلى أنه جزيئات الذهب النانوية أو أظنه النانو رودز أو الحبيبات النانوية من الذهب لها خاصية معينة تتفاعل مع الخلايا السرطان وتقتلها. ممكن يا دكتور تشرح لنا هذه الفكرة؟ طبعا لا هي طبعا أي مادة
هذه مادة يعني الخشب الزجاج أي شيء لما تكسره لحجم أحجام النانومتر في النانومترية حجم النانومترية يصبح مش المادة اللي انت ابتديت بيها له خواص مختلفة جدا. جميل. فيعني حضرتك تعرف الذهب يعني زي ما تقول بس كشيء بيلمع يعني وللزينة والملابس والحاجات الجميلة ديت ولكن ليس له أي شيء كيميائيا يفيدنا واخد بالك ولكن لما حجمه بيصغر بيصبح له الخواص الجميلة فالخواص اللي استخدمها اولا انه حجمه صغير جدا فنقدر يساعدنا ان احنا ندخله في الخلايا السرطانيه وبنعمل دي بعمليه كيميائيا يعني بنحط عليه جزيء ان الجزيء ده ياخده ويخش الجسم يدور فين الخلايا السرطانيه ويمسك فيه ومش بس كده يعني دلوقتي حتى نحط اشياء اخرى على قطع الذهب الصغيره ديت بعد ما يخش الخليه نفسها نوديه في اي حته في الخليه في النواه نفسها يو ار جوينج فيردر يعني فيردر ودي اخر حاجه دي اخر حاجه عملنا فيها ان دي طريقه تانية نتخلص من الخليه نفسها ف وبعد في خاصه تانية مهمه جدا ان قطع الذهب الصغيره ديت تعكس الضوء بشده فلو هي يعني اوريدي على الخليه السرطانيه واحنا ندخل في الجسم ضوء تخش في الجسم ويطلع من اللمه الثانيه القطع الذهبيه دي تمتص الضوء فيظهر الحته اللي فيها سرطان دي سوداء لان ما فيش ضوء بيطلع منها يعني كل الجسم بيدينا الضوء ثاني الا القطع اللي فيها الخلايا السرطانيه اللي فيها الورم جميل. الاورام فيتجد ان يحدد لك فين السرطان هذا كان يستخدم ايضا في الايرلي ديتكشن تقدر تشوفه ايوه لان انا اظن المشكله اساسا في الديتكشن للسرطان ديتكشن اوف ذا سرطان ايرلي ديتكشن في الكشف المبكر عن هذا المرض بالضبط نعم والكشف فيه تستخدم ضوء يخش في الجسم ويجي لك من الناحيه الثانيه ضوء عادي ولا ليزر دكتور؟ ممكن تستخدم ليزر خفيف نعم او تستخدم نور عادي لو تعمل بالعدسات معينه تخششه في الجسم وتطلعه ثاني طلبه لما شافوا العمليه ديت استخدموا الكاميرا بتاع ايه السيلفون جميل اللطيفه جدا يعني لا جميل. عايزه اجهزه جامده ولا اجهزه ضخمه ولا مباشره فديت يعني جاي من خواص الذهب اللي احنا بنستخدمه طيب وبعدين هو دلوقتي الذهب بيمتص الضوء لما بيمتص الضوء بيعمل بيه ايه بيحوله الى حراره عاليه جدا فلو هو يعني على سطح الخلايا السرطانية بيسيح الخلية السرطانية ماتت خلاص فيمكن القضاء على القضاء عليها تماما جميل ومن غير ما يأثر على الخلايا السليمة اللي حواليها لأن ما عليهاش قطع ذهب وهذا الأتراكشن الجميل في هذا التكنيك أنه ممكن يقتل يسوي ديتكشن أو اكتشاف الخلية ويقتلها دون أن يؤثر على الخلايا الجانبية دكتور أستأذنك ومشاهدي الكرام في فاصل قصير مشاهدي الكرام فاصل ثم نواصل لكم رواية هذه القصة فابقوا معنا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحربي للمشروعات التعليمية أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي نواصل لكم فيها استعراض السيرة الذاتية لسعادة الدكتور مصطفى السيد واستعراض بعض أهم منجزات هذه التقنية وما يتعلق بها دكتور كنا توقفنا عن الحديث عن اكتشاف الخلايا السرطانية وقتلها باستخدام جزيئات الذهب النانوية هل السؤال الملح الآن هل هذه التجارب تتم الآن على فئران التجارب أم أنكم انتقلتم إلى تجربة على الإنسان وما الذي تم في هذا المضمار قبل ما نذهب للإنسان لابد أن نعمل هذه التجارب على عدة حيوانات مختلفة ونشوف جميل.
احنا تأكدنا انه بيتخلص من الخلايا السرطانية، ده ما فيش نزاع فيه، ولكن بيروح فين الذهب بعد ما يتخلص من الخلايا السرطانية؟ نعم. دي مهمة جدا. هل له أضرار أخرى؟ كيف يمكن التخلص منه؟ نعم. فبيعمل ديت طبعا على حيوانات مختلفة وبكميات مختلفة، وبنشوف بيروح فين الذهب من فولو، يعني بعد ما نتخلص من السرطان بنشرح الحيوانات الصغيرة ديت، بنشرح الأجزاء المختلفة في جسم الحيوانات الصغيرة ديت، من القلب للكبد للأشياء المختلفة، ونشوف هل هي فيها ذهب ولا لا. فبنجد بعض ساعات توقف على الكميات، في بعض الحالات في الكبد أو الكبد مصلي أشياء بسيطة جدا ريميني بعد شهر، ديت بنحاول نتخلص من دي كمان. يعني هل إيه اللي نعمله حوالين قطعة الذهب الصغيرة ديت، حواليها جزيئات معينة بحيث إنها ما تشبكش حتى لا تمكس في 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 الكبد مثلاً. ولو إن أثبتنا برضك حتى الحتة الصغيرة جدا اللي في الكبد لا تؤثر على الحيوية بتاعته، بتنمو في نفس الوقت، الحجم بتاعه ما بيتغيرش، فما بتأثرش عليها. إنفاكت بصراحة مش عارفين، يمكن حتى تبقى مفيدة لهم، مش عارفين ستيل ربنا يكون في إيه. بالظبط. فدي برضك بنحاول ندرس هذه المسألة نفسها. فديت الأشياء لازم نعمل الأشياء دي قبل ما ناخدها للحكومة. جميل. هذه النتائج، والحكومة بتقول لنا كم حيوان لازم نعملها وإيه المينيمم، يعني لازم نثبت إن ملهاش أضرار قبل أن ننتقل إلى إنها تكون أوحش من الأضرار بتاع الأدوية المستخدمة الآن مثلا. جميل جدا. أو طبعا هي طبعا لا يمكن أضرارها يكون أكتر من السرطان نفسه، ده صح. ما بشك. نعم. بالضبط. فلازم بقى نسبة الأشياء دي، وبعد كده إن شاء الله يصرحوا لنا إن إحنا نروح للإنسان لبعض، مش أوبن يعني، مش مفتوحة. نعم. بعض المرضى اللي هم في الأواخر الحالة بتاع كل الأدوية ما كانش فيه علاج لها، ما بتساعدهم شيء، ونشوف هل هذا مفيد لهم ولا لا. جميل جدا. وبعد ما نتخلص من ده نبتدي طبعا تجارب على الأشخاص العاديين اللي لسه جال لهم السرطان في الأول كده، بس هتاخد يعني طبعا وقت في دراسة هذه الأشياء. لكن يبدو أنكم يعني أوبتمستيك. لا أو إن شاء والعالم الله. والعالم أيضا متفائل. ربنا يسهل إن شاء الله بهذه النتائج. دكتور، أنت ترأس مجموعة ديناميكية الليزر أو الليزر داينامكس. أيوة. في معهد جورجيا للتقنية. أبرز الأبحاث اللي تقومون بها الآن، الليتست يعني، أو الفرونت لاين ريسيرش، الأبحاث اللي الآن موجودة لديكم في الخط الأول، ما هي أبرز يعني؟ هل ممكن يعني تعطينا؟ كتير أوي، لأن استخدام المواد النووية ديت، المانومترية ديت، مش بس في الطب، ده في مجال المواد، ده المستقبل الكبير في الصناعات. جميل. يعني فأشياء بنعملها كتير جدا، ازاي ايه تفاعل الضوء مع القطع الذهبية ديت، احنا عرفنا بتسخنها. نعم. ولكن في اشياء اخرى، يعني اما تكون القطع الذهبية جنب اشياء اخرى في مواد معينة بتغير المواد اللي جنبها. جميل. المواد اللي جنبها بخصوص الليزر وكده، فتجد ان المواد اللي جنبها بتتغير الخواص بتاعتها. يعني نعتقد في تحويل الشمس، تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة إلكترونية، في شغل جامد جدا على هل دي ممكن تستخدم تخلي السولار سيل أو الخلايا الشمسية. نعم. بالضبط. التحويل. نعم. نفسه. جميل. بإفشنسي أو رفع الكفاءة، بكفاءة كفاءة تحويل الطاقة الشمسية إلى تيار كهربائي. إلى تيار كهربائي. نعم. أشعر. فيعني ده في المستقبل مثلا بيفكروا إن لو حط قطع ذهبية صغيرة جنب بعضها وتوصل، إحنا دلوقتي الكمبيوتر بتاعتنا هو الالكترونات اللي بتروح، يعني بنعمل حاجه بتدينا ايه اللي بيحصل جوه. جميل. فلها سرعه. الكمبيوتر محدده بالمشي بتاع الالكترونات دي. جميل.
لو نستخدم الموصلات دي قطع ذهبية صغيرة جنب بعضها تمشي بطريقة الضوء يعني الكتروماجنتيك فيلد هو، والضوء طبعا اسرع ما في مقارنه، فتبقى سرعه الكمبيوتر نفسها ترتفع بسرعه. اذا نتوقع انه يعني فيبقى لها كمان في الكمبيوتر بمستقبل كبير ان شاء الله. جميل جدا جميل جدا. طيب يا دكتور يعني معلش هذه يمكن خارج الاطار كما يقولون، انا ودي بس نعرج كذا بشيء ولو مختصر عن العقول المهاجره الى الغرب. هذه دائما هذه قصه دائما نطرحها ونكررها انه كثير من المتميزين اللي تميزوا في الغرب هم اصلا عقول مهاجره من 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 من, من هذا وانا اعرف انك، ومع هذا يظل هؤلاء يكنون للوطن. طبعا طبعا انا اعرف انك سنويا تزور مصر اكثر من 4-5 مرات من مره. نعم وحبب اوطان الرجال اليهم ومآرب قضاها الشباب هنالك. نعم. أهلي برضك. فأنا ودي تعليق بسيط منك يعني عن 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 ما الذي يمكن أن نفعله لهذه العقول التي لا زالت يعني في الطريقة الوحيدة اللي نجذبهم بها الآن، نحاول بقدر الإمكان إن نشوف مين اللي نقدر نستفيد منهم ونحاول إحنا نجذبهم، مش يجوا يقعدوا. جميل. يجوا يكونوا ويشتغلوا مع مجاميع هنا مهتم في شيء. نعم. كويس للبلد نفسها هنا. جميل. ويجوا شويه ويرجعوا، يعني مش حكايه. ان فاكت احسن منهم يجوا يقعدوا خالص. لا نستفيد من خبراتهم. نعم. وتستفيد منهم يعني دائما. يعني انا لما اقعد بره وامتص المعلومات وارجع بعد سنه اقول لهم انا عرفت ايه، واروح تاني امتص وارجع. جميل. انا يعني مساعدتي للبلد تكون اكتر من اني لو اقعد على طول. وبعدين ما فيش المعدات اللي عندي هناك في أمريكا مثلا أعمل نفس الأبحاث، ما عنديش نفس الطلبة اللي هناك أعمل نفس الأبحاث. مش هبقى كويس بعد شوية بعد سنة خلاص. صحيح. ما فيش استوى. يلا مع السلامة بقى خلاص. فأحسن دلوقتي أحسن حاجة إن نحاول نستفيد منهم. أظن في بعض الخطوات في هذا. بعض الخطوات. بعد شوية طبعا بعد ونساعد بقى الأبحاث عندنا في بلادنا لما بيجوا بيقولون الأبحاث بنعملها إزاي ونساعد الطلبة اللي هنا والقوة الطلبة اللي هنا تبتدي تقوى. وهنا الحمد لله في السعودية الأجهزة دلوقتي ابتدت تكتر. الحمد لله. نعم. المعامل هنا تبتدي بقى تنشط. في هذا الوقت هتلاقي من نفسهم هيجوا بدل بيقدروا يعملوا نفس الأبحاث اللي كانوا بيعملوها هناك. أقدر أقعد. هم اللي يسألوك أقدر أقعد. صح. بس اللي هتحصل تدريجيا إن شاء الله. إن شاء الله. بل حتى اكثر من كذا يا دكتور انه حتى لو 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 وجد لدي مواهب وطاقات في البلد بدل ان تهاجر ستجد هذه الامكانيات وهذه الطاقات. واذا وجدت هذه الاسماء الكبيره الاسماء الرنانه. صح. وهذا صح. يعني بالمناسبه انا اعتبر هذا البرنامج ليس موجها فقط للمثقفين بل لصناع القرار في العالم العربي. مزبوط. ان صناع القرار يستفيدون من العلماء ومن البلاد لك السعودية والخليج واللي يعني عندهم المقدرة إنهم يبنوا معامل كويسة ويجيبوا الأجهزة المهتمين بها في التكنولوجي لهم دلوقتي صحيح مسؤولية جامدة جدا إنهم يبتدوا يضعوا جزء كبير جدا من النفقات والأموال بتاعتهم. جميل. يبتدوا المعامل ويبتدوا يحطوا على الأبحاث وفي نفس ده برضك يجيبهم ويستفيدوا من. نعم. دولة وسلولي هم اللي بلدت. يعني بلد زي مصر عايزة تعمل دي طبعا عايزة تعمل دي وربنا يساعدهم بس هتبقى سلور هناك عن هنا لأن هنا أنتوا تقدروا تجيبوا الأدوية الأجهزة. ويمكن يا دكتور ويمكن أن تتضافر الجهود والاتنين يعني مع بعض الـ HR من مصر أو الهيومن ريسورسز أو الطاقة البشرية والإمكانيات من دول الخليج. لأنه هذه النقطة كنت أريد أن أحدثك فيها إنه لا زال وضع العالم العربي والإسلامي عموما في هذه التقنية. يعني احنا في الحلقة الأولى كان ذكر الضيف قال انه في الصين 5000 باحث في التقنية. تقنية طبعاً النانو. طبعاً. هذا العدد يعني لا يوجد يمكن عشره في العالم العربي والإسلامي بأكمله. كلهم بيسترجعون ناو الطلبة بتوعهم اللي بيشتغلوا في أمريكا. نعم. أنا عندي عدد كبير جدا لأول مرة العام الماضي وهذا العام طلبة منهم عندهم الجرين كارد عندهم الريزيدنسي في أمريكا. الصين بتدي لهم كل شيء زي لما يكون ياخدوا وظيفة في أمريكا بتدي لهم نفس كل جميل. حاجة المعامل والأموال والتمويل كله فدلوقتي سهل عليهم اللي يرجعوا. صح.
وابتدوا بقى يبنوا هم نفسهم بالطريقه دي. فانا برضك هيجي لنا احنا برضك ان شاء الله وقت نبقى زي كده، نبقى عندنا الاماكن وعندنا الاموال وعندنا المعامل. جميل. نعم. ان نبتدي بقى نجيبهم تاني ان شاء الله. فخليهم يخرجوا ويقعدوا ويعملوا، يبقوا هم المستقبل النواة. اللي احنا ايه السورس اللي ناخد منهم. جميل. بعدين ان شاء نعم. الله نعم. وزي ما تقول حضرتك مصر مثلا دلوقتي عندها طلب والله اللي بيقولي احسن من الامريكان، ما في شك بيفكروا دائما يفكروا. نعم. الابداع العمليه المصريه انت عندهم. انت يا دكتور انت مثال عندنا، يعني انت مثال عندنا من ابناء العرب مصر، العرب عموما من ابناء مصر الذين ذهبوا الى هناك وحازوا على اعلى وسام في الولايات المتحده الامريكيه. اذا هذه صحوه انه الامم استيقظت فعلا في هذه التقنيه واصبحت مثل ما ذكرت الصين وغيرها تستقطب ابنائها. وانا اتمنى ان شاء الله انه دول العالم العربي عموما والاسلامي بما في دول الخليج ومصر وغيرها انها تستيقظ للحاق بركب هذه التقنيه ان شاء الله. لانه كل ما تاخرنا هذا محسوب علينا في عمر الزمن. صعبه صعبه صعبه. نعم. صعبه. ودي كويسه اللي هنا خصوصا للبلاد اللي فيها الزيت، لان بعد 40 سنه مثلا الزيت هيخلص. صح. في هذا الوقت لازم يكون اور هيومن ريسورسز. جميل. التكنولوجي، الناس اللي عارفين التكنولوجي يمشوا مع العالم كله علشان ايه الايكونومي بتاعتنا تبقى زيهم. نعم. كلام جميل يا دكتور. استاذنك في فاصل قصير. مشاهدي الكرام فاصل قصير نواصل لكم بعده روايه هذه القصه، فابقوا معنا. هذا البرنامج برعايه مؤسسة الحربي للمشروعات التعليمية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تطول مع الدكتور مصطفى السيد حقيقة، يعني نتمنى أن تكون أطول من هذا. وهو يعني مرة أخرى أكرر الشكر أنا هنا له لاستجابته الدعوة وحضوره. دكتور هل لنا كده باختصار يعني أن نتكلم عن لأنه كثير هذه يمكن من النقاط التي لم نغطيها، هل هناك من أخطار في التعامل مع هذه التقنية؟ أخطار وهل هناك وسائل لتلافي هذه الأخطار؟ لأنه أنا أعرف أنه أنا كمتخصص مثلا وفي هيئة أكاديمية ما أعرف أنه في ريجوليشن إلى الآن وجدت حتى على مستوى الدول في تنظيم هذه العملية، لأنه الاستخدام الخاطئ دائما في أي تقنية هذا سمة الإنسان. طبعاً. سمة الإنسان يستخدم التقنية في الاتجاه الخاطئ. طبعاً. فهل لهذه التقنية أخطار؟ ثم ما هي في رؤيتكم السبيل الأمثل كمتخصص أنت في دولة متقدمة السبيل الأمثل للتخفيف من هذه الأخطار وتلافيها؟ طبعا شوف حضرتك، يعني النانو بارتكلز اللي بنعملها مواد كيميائية جديدة، فنعملها كأي مادة الكيمائي في معمله يعملها. قبل ما تخش أي مكان أو أي حتة لازم نعرف إيه الخطر بتاعها. جميل. وأنا دائما أقول للطلبة بتوعي عاملها كأنها عامل كيمائي خطر إلى أن يثبت، يعني البس إلى أن يثبت عكس ذلك إلى لغاية ما نتأكد إن ما لهاش الخطورة. جميل. فزي أي إحنا كل يوم بيطلع يمكن الوفات من العوامل الكيميائيه الجديده. نعم. حضرتك والدراجز الادويه كلها كيميائيه، ولازم نتاكد ان قبل الواحد يستخدمها لازم على عمليه الحيوان الاول. نعم. فديت ودلوقتي امريكا مهتمه بيها خالص طبعا، ولو نعملها بهذه الطريقه بس ايه مش عايزه توقفنا ان صح. احنا من نقول لا مش عايزينها. أيه. لان تصبح حاجز علاج السرطان مثلا يقف. نعم. لا يبقى اخطر حاجه دي نعملها، ولكن زي ما بنعمل احنا دلوقتي بنعمله، هل لها خطر على جسم الانسان؟ ما اثبتش لها خطر، وتتوقف هي بتستخدم فين. نعم. فالعمال مثلا بيعملوا شيء معين لازم يحاسبوا طبعا في الاول وما بيعملوها وكده يعني، فلازم طبعا نتاكد ما فيش كلام طبعا. جميل. حتى اظن يا دكتور عمليه سن القوانين والانظمه والتشريعات يعني في الدول اتوقع انه موجود حتى في امريكا. مظبوط. في كل كيمياء يعني انا حضرتك عندنا مراجع كبيره، اي حاجه كيمياء عايز قبل ما نشتريها طالما بتوع بيروحوا على هذا ويقرم ايه الخطوره بتاعته. معروفه دلوقتي اي حاجه كيميائيه الخطوره بتاعتها، لو فيها خطوره يقول لك كذا، لو فيها مش عارف ايه، ومكتوب على وبالقانون يكتب على الوقت بتاع نفسها. فنفس الحكايه في النانو في المستقبل هيكون اي حاجه نانو
يكتب كل الحاجات الخطورة فيها أو مش خطرة أو دا وده، فبرضك زي أي حاجة كيميائية يعني بنستخدمها اليوم إن شاء الله. جميل جدا جميل. دكتور، بعيدا عن تطبيقاتها في الطب أو حتى السولار سيل، من واقع يعني قراءاتك المتعددة وقربك من هذا الحقل، ما هي أبرز النقاط اللي هي اللي تركز البشرية الآن عليها في عملية فيما يتعلق بتقنية النانو يعني على مستوى العالم عموما؟ يعني هناك سباق محموم في جوانب معينة، أو ما الذي بمعنى آخر كيف ستغير أسلوب حياة إنسان القرن 21؟ هذه التقنية ما الذي يسعى إليه العلماء؟ والله يعني في أكثر شيء بتستخدم فيه دلوقتي هي في الصحة عموما. نعم. حاجات صحيا أكبر حاجة في صحيا، وبعد كده بيجي يمكن العوامل المحفزة الكاتاليسيز نعم. في صناعات الحاجات المختلفة داخلة فيها. الحاجة الثالثة أن بتقوي المواد نفسها، يعني أي مواد دلوقتي بيقاد لها مواد معينة من النانو سايز بتديها قوة، فمش ضروري مثلا في البناء نستخدم حاجات ضخمة جدا تشيل المباني، يكون حاجة أصغر بكتير لأن القوة نفسها بتبقى قوية جدا. فالحاجات دي في يعني already بتستخدم في كل حاجة، ولكن الحاجات اللي فعلا اللي هتكون كبيرة طبعا لو طبعا دخلت في الكمبيوترز والحاجات دي تدينا حاجات يعني تاخد مور انفورميشن الكاباسيتي بتاعتها على النت، تاخد معلومات أكتر وأسرع وتدينا حاجات أسرع. حاجات الكمبيوتر دلوقتي بالسرعة ازاي انا اجيب السرعه بسرعه، هذا اهم حاجه. حاجات ثانيه اللي بتتعمل دلوقتي ان ممكن دلوقتي بيعملوا لو حاجه معينه من سيره النانو وتحطها في بوليمرز ملابس، الضوء ما يخش عليها ما تشوفش انت الشخص ده، يكون لابس حاجه فيها النانو ديت شيلدينج. شيلدينج بحيث انك ما تشوفوش. فاكر حضرتك زمان السينما الانفيزبل مان، الرجل المختفي. الرجل المختفي ديت شغل كتير جدا فيها الوان معينه لا يمكن انها، لان اللي بيحصل ايه حضرتك، انت انا شايفك ليه؟ لان الضوء بينعكس عليا وعينيا بتشوف ما بينعكسش حاجه خالص. جميل. ولا حاجه ولا تمتص حتى ما تبانش حاجه. فديت مخصوصا للدفاع طبعا. نعم. لان في الدفاع مثل رايح حته. نعم. وبالمواد ديت العدو ما يقدرش يشوف المثل فينا حته بالضبط. انا يعني وانا احضر لهذه الحلقه مررت ب يعني بعض مواقع الاخبار وجدت هذا الخبر انه يستخدم اللي يسموه الكتروماجنتيك شيلدينج. ايوه. لانه جعل الضوء ينفذ بدون ان يمتص او ينعكس وبالتالي لا احد يراه. بالضبط. لكن الواضح يا دكتور انه العجلة التي تتسارع بها هذه التقنية يصعب على الإنسان أن يحيط بها. يعني في الأسبوع الواحد ينزل عشرات الأخبار من معامل البحث على 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 مستوى العالم. لكن هناك سؤال أو اتهام تتهم به هذه التقنية. طبعا التقنية بلا جدال مكلفة. التقنية يعني في العام الأغلب مكلفة، والدليل أن أجهزتها غالبا تكون ذات أسعار مرتفعة. سؤالي دكتور، هل هذه التكلفة هو العائد الجدوى من هذه التكلفة؟ لأنه إحنا أحيانا أنا أقول نخاطب حتى أصحاب القرار سواء كانوا من إداريين أو أكاديميين حتى إنه يراد شراء جهاز مثلا في جامعة معينة أو في مؤسسة بحثية بمبلغ وقدره، فيرون أو يرى صاحب القرار decision maker إنه هذا غالي، يعني too expensive. فهل هذه التقنية لها جدوى فعلا ستعود بعائد قد لا يكون بالضروره اقتصادي، قد يكون علمي، قد يكون اسمع تعليق حضرتك. يعني مثلا يعني هو ال 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 النانو ليه مهم؟ يعني زي ما بقول لحضرتك كل ماده بتتغير اما حجمها بيبقى صغير جدا. نعم. يعني ومش بس كده، كل ما صغرها كل ما الخواص بتختلف. واحنا اي صناعه في العالم مبنية على خاصة أو خاصتين من مواد معينة نعمل بيها حاجة لأن الناس عايزة تشتريها. جميل. ريحتها طلعت كويسة. دواء طلع بيعالج حاجة، فهي الخواص بتاع المواد. فكلنا دائما بندور على مواد. كان زمان بنروح نفحت وبتاع من الحجار نلاقي حتة الذهب مش عارف إيه.
النانو أي حاجة تدينا مواد كتيرة جدا، وعندنا مليون حاجة حوالينا، البريودك تيبل فيه 100 وكذا، وكل واحد من الاليمنت بتعمل ملايين من الكومباوندز، وكل كومباوند لو نكسر حجم صغير يدينا حاجات جديدة. يعني اصبح على تدي المواد علشان كل العالم بيدور على المواد، ما بيروحوش بقى يعملوا مايننج ويدوروا في الجبل انيمور، في المعمل وانت قاعد مستريح يطلع المواد، ويمكن مواد وما تعرفش مين اللي هيلاقي الخاصة المهمة فين. صح. فدي نفسها بتخلي العالم كله، يعني اقول لحضرتك حاجة. نعم. امريكا بتدفع لكل دولار بتحطه في الابحاث بتاعت المواد، مش بس النانو، عامة الخواص بتاع المواد وايه المواد الجديدة والحاجة دي، كل دولار بتحطه فيها بيرجع لها تاني 5 دولار. $5 ازاي بترجع دي؟ 5 أضعاف يعني. اه جميل. ازاي بترجع دي؟ لما اي حاجة وتطلع خاصة معينة نبتدي نعملها ونبيعها للعالم، بنعمل صناعة، بنوظف ناس فيها، الناس دولت كانوا عاطلين مثلا. نعم. والحكومة كانت بتديهم فلوس، دلوقتي الشركة هي اللي بتديهم الفلوس، مش بس كده بيعملوا ما هي كويسة، بيدفعوا ضرائب للحكومة. جميل. الصناعة نفسها بتعمل فلوس، تنتعش، بتدي ضرائب للحكومة، دولت $5 اللي جايين. يا سلام. يعني دي انفستمنت لا يمكن زي بديل. اذا الانفستمنت حقها نو داوت انه يعني طبعًا. يعني بلا شك انه فعلا، خصوصا انها هي تقنيه القرن القادم تقريبا، تقنيه القرن القادم. طيب يا دكتور، انا يعني قبل ان نختم هذه الحلقه، انا اريد منك يعني يعني كعالم كبير ورمز يشار اليه بالبنان في هذه التقنيه، اريد منك وصايا سريعة لمجموعة من الشرائح الموجودة عندي. أول هذه الشريحة اللي سأبدأها شريحة الشباب، ما هي الوصية التي ستنقلها لهم؟ أتمنى أن يعني الشباب في العالم العربي كله أكثر منهم يهتموا بالعلم، لأن هو حياة المستقبل، ما فيش كلام. نعم. والعالم كله مهتم به، والصين 30% من اللي بيخرجوا من الجامعة بيروحوا في العلم والهندسة. جميل. أمريكا 4% بس طبعا أمريكا بيجي لها ناس من جميع أنحاء العالم، ولا يعودوا بيعوضوا هذا. نعم. بيعوضوا هذا. نعم. فإحنا عاوزين، محتاجين عدد أو البرسنتج بتاع الطلبة اللي عندنا اللي بيخشوا في الجامعات يخشوا في العلوم، مهمة جدا. جميل. لأن ده مستقبل، ده الجيش بتاعنا اللي يحمينا في المستقبل. جميل. أمام الصناعات والاقتصاد بتاع العالم اللي حوالينا، يعني إن شاء الله جدا. ربنا وفق. وصيتك للعلماء، العلماء في العالم العربي والإسلامي. العلماء في العالم العربي طبعا إنهم برضك يعني يحاولوا يقنعهم الحكومة بأهمية العلم أكتر وأكتر. نعم. وطبعا العقول العربية والله لا ينقص عنها أي شيء. نعم. إلا هو بس الاهتمام بالعلم والتجارب وكمية التدريس لازم تصغر، علشان الأبحاث بتاخد وقت. جميل. ما تقدرش تعمل أبحاث وانت بتدرس كذا ساعة في الأسبوع. صحيح. لا يمكن، لأن عايز العقل يبقى فاضي يفكر إيه الحاجات الجديدة. بالتأكيد. فديت وربنا يوفقهم، وأنا شايف العالم العربي الحمد لله هذه الحمد الفترة لله. مهتم جدا بهذه العملية إن شاء الله. أخيرا، صناع القرار في العالم العربي والإسلامي. أيوه. صناع القرار، الديسيجن ميكرز، الناس اللي يملكون القرار، هل لك من وصية لهم؟ لمين يعني؟ صناع القرار في العالم العربي والإسلامي عموما، أيا كان صانع القرار. لابد وأن نهتم بالتكنولوجي، هي مقياس المستقبل في الحياة. يعني في المستقبل الدولة اللي تقدر تعمل حاجات تكنولوجية أكتر وأكتر وتقدر تبيعها للعالم الثاني، هم شعبهم هيبقى مستوى المعيشة فيه أحلى وأحسن من العالم الثاني. فكلها تنافس دلوقتي على مين التكنولوجيا. نعم. بتاعته يكون أحسن في المستقبل. نعم. إن شاء الله. جميل جدا. أنا شاكر ومقدر وممتن لك كثيرا يا دكتور على قبولك للدعوة وانضمامك إلينا. لم يبقى لي مشاهدي الكرام إلا أن أتقدم بالشكر مرة أخرى وثالثة ورابعة حتى يرضى ضيفنا الكريم سعادة الدكتور مصطفى السيد. نيابة عنكم أشكره على تلبية الدعوة وعلى قدومه إلى هنا، فشكرا جزيلا له، والشكر لكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام.
على صبركم واستماعكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في حلقات قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحربي للمشروعات التعليمية.